السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الحلوين. اليوم عندنا شرح موضوع القسمة على عدد من مرتبة واحدة. طبعا عندنا القسمة وإلها علاقة طبعا بالضرب، وعندنا القسمة عدد من مضاعفات العدد 10 و100 و1000 على عدد من مرتبة واحدة. عندنا الأمثلة هنا، جملة القسمة اللي هي 48 تقسيم 4، 48 تقسيم 4. شلون راح اني اقسم بالقسمة؟ اول شيء اجي مرتبة مرتبة، ادي الاربعة اشوفها تقبل القسمة على اربعة. نعم تقبل. اربعة بها كم؟ اربعة بها واحد، واحد في اربعة انزلها اربعة، عملية طرح. اربعة ناقص اربعة صفر، انزل لثمانية. ثمانية بها كم؟ أربعة بها اثنين بجدول الضرب. أنا بيش ضاربة الأربعة ويطلع لي ثمانية في اثنين، اثنين في أربعة ثمانية، طلع لي الناتج 12. أريد أتحقق أشوف حلي صح لو غلط، أضرب 12 في أربعة يطلع لي لازم 48. عدي 12 في أربعة لازم يطلع 48. أربعة في اثنين ثمانية، أربعة في واحد أربعة، طلع الناتج إذن 48. نجي على القسمة هسه حاليا، أضرب عندنا قسمة بوجود باقي، مثلا عندنا هنا 58، 58 تقسيم 3. أول شيء أجي على الخمسة أقول خمسة بها كم؟ 3 بها واحد، واحد في 3 ثلاثة، زين أقوم بعملية الطرح. خمسة ناقص ثلاثة اثنين، زين أنزل لثمانية. 28 تقسيم ثلاثة، شنو القريب؟ أنا بجدول الضرب ضاربته في ثلاثة ويطلع لي قريب على 28. أدي التسعة، تسعة في ثلاثة، تسعة في ثلاثة 27. قم بعملية الطرح. 8 ناقص 7 1، 2 ناقص 2 0، إذا طلع الباقي عندي 1. إذا أجي أقول 1 تقسيم 3 ما يصير، لأن الواحد أصغر من 3. زين أريد أتحقق، شلون أتحقق؟ ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي. راح أتحقق 19 في 3، 3 في 9 27، 3 في 1 3 و2 5 57، زائد الباقي. ايش قد عندي الباقي؟ 1 7 1 58. اذا طلع الناتج نفسه. اذا شلون اتحقق؟ ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي. ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي راح يطلع لي هذا المقسوم. زين عدي هنا ايضا مثال يقول خزان ما فيه 500 لتر يراد تفريغه في 5 براميل بالتساوي، كم لترا يوضع في كل برميل؟ طبعا هنا انا 500 تقسيم 5، راح ارجع الى الحقائق الاساسية للقسمة. يعني شو اقول؟ اقول 5 تقسيم 5 1، أقول 50 تقسيم 5 10، أرد أقول 500 تقسيم 5 100. هاي أنا رجعت للحقائق الأساسية. إذن عدد اللترات في كل برميل هي شقد؟ 100 لتر. عدد اللترات في كل برميل هو 100 لتر. زين نجي هسه على التمارين. أتأكد عندي أجد ناتج القسمة وأتحقق من الناتج. أريدني هاني أطلع الناتج وأتحقق أشوف حلي صح لو غلط. أول وحدة 96 تقسيم 3، أخذ التسعة أقول تسعة بها كم؟ 3 بجدول الضرب طبعا 3، 3 في 3 يعطيني 9. أقوم بعملية الطرح. 9 ناقص 9 0، أنزل الستة. ستة تقسيم ثلاثة بجدول الضرب لثلاثة، يعني بيش ضربتها؟
بجدول الضرب اني الثلاثة بيش ضربته تعطيني ستة؟ اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، يكون صفر صفر، لان ستة ناقص ستة صفر، والصفر ينزل، اذا 32. اريد اتحقق اشوف حلي صح لو غلط، اضرب ال 32، يعني اضرب الناتج في المقسوم علي اللي هي الثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اذا طلع صحيح حلي 96. هاي بالتحقق، هاي هنا يسموه التحقق. زين اريد اتحقق من حلي صح لو غلط. زين عندي ثانيا 685 تقسيم 2، اجي على الستة، ستة اني بيش ضربة اثنين يعطيني ستة؟ في ثلاثة اكيد جدول الضرب، ثلاثة في اثنين ستة، اقوم بعملية الطرح، ستة ناقص ستة صفر، انزل ثمانية. الاثنين بيش قد ثمانية تقسيم اثنين؟ يعني اثنين ضربته في شقد وتعطيني ثمانية، او الثمانية بيها كم اثنين؟ بيها اربعة، اربعة في اثنين ثمانية. زين ثمانية ناقص ثمانية صفر، والصفر ينزل ايضا عملية طرح. هسه شنزل الخمسة، خمسة بيها كم اثنين؟ بجدول الضرب اني القريبة على الخمسة هي عندي خلينا نقول اثنين، اثنين في اثنين أربعة، إذا خمسة ناقص أربعة واحد صفر صفر، إذا الباقي طلع عندي واحد، الباقي عندي واحد. هسه شو أسوي؟ أريد أتحقق من حلي صح لو غلط، الناتج في المقسوم عليه زائد الباقي، الناتج إيش قد طلع عندي؟ 342 في اثنين، اثنين في اثنين أربعة، اثنين في أربعة ثمانية، اثنين في ثلاثة ستة، زائد منه الباقي اللي هو الواحد، فهنا خمسة ثمانية ستة، إذا طلع حلي صحيح 685. نجي المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هي 642 تقسيم 3. الستة بها كم ثلاثة؟ بها اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، إذا ما تعرفوا ترجعون لجدول الضرب، الثلاثة ويا من ضربتها تعطيني ستة ويا اثنين، ستة ناقص ستة صفر، أنزل الأربعة، عندي أربعة أصابع، بها كم ثلاثة؟ بها واحد، ويبقى واحد، بها واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة واحد، شنزل؟ أنزل الاثنين. صار عندي 12، 12 بيها كم ثلاثة؟ 12 بيها كم ثلاثة؟ بجدول ضرب ثلاثة أنا ويا من ضربتها طالع لي 12، 4، 4 في 3 12 0 0. زين عيني؟ هسه طلع لي العدد 214، أريد أتحقق حلي صح لو غلط، أقول 214 في المقسوم عليه اللي هي الثلاثة، 3 في 4 12، وإعادة تسمية، ثلاثة في واحد ثلاثة واحد أربعة، ثلاثة في اثنين ستة، وطلع الناتج صحيح 642. عدي البقية كلها نفس الحالة، التمارين كلها نفس الحالة. نجي هسه على استعمل حقائق القسمة لأجد ناتج، أريد استعمل حقائق، عندي 600 تقسيم 3، أرجع للحقائق الأساسية، شو أقول؟ انتبهوا علي، شو أقول؟ أقول أول مرة 6 تقسيم 3 يساوي 2، أرد أقول شنو؟ 60 تقسيم 3 20، بس أنزل الصفر وأقول 6 تقسيم 3 2. وراها أقول 600 تقسيم 3 يساوي لي 200، شون عرفت؟ أيضا نزلت الصفرين تعالي أقول 6 تقسيم 3 2. نحل الثاني 1800 تقسيم 9، 1800 تقسيم 9، أرجع للحقائق الأساسية للقسمة، أقول 18 يعني بدون أصفار أول مرة، تقسيم 9 إيش قد بيها؟ 2، نعم أحسنتم. أرد أقول 180 تقسيم 9، أنزل الصفر وأخلي يمه 2، نفس الحالة 1800 تقسيم 9، أنزل الصفرين وأخلي 2، 200.
ناخذ التمرين الآخر. 540 تقسيم 6. أرجع للحقائق الأساسية، أول مرة أكتبها بدون صفر، أكتب 54 تقسيم 6 9. زين، أرد شو أقول؟ 540 تقسيم 6 90. زين، هاي رجعنا للحقائق الأساسية. ونفس الحالة عندنا هنا الفقرة تتحدث 350 تقسيم 7، نفس الحالة شو أقول؟ أقول 35 تقسيم 7 5. 350 تقسيم 7 50، لأن أنزل الصفر وأخلي الخمسة. شكرا لكم طلابنا، مع أمنياتي لكم بالموفقية والنجاح. طبعا التمارين كلها نفس الشيء حلها. شكرا لكم طلابنا الحلوين، إلى اللقاء.